بلوتي عبد المولى النائب الاول رئيس غرفه الصناعه والتجاره والخدمات لجهه مراكش اسفي. اليوم انعقدت الجمعيه العامه لغرفه الصناعه والتجاره والخدمات هذه السنه هذه ولاو تيتنعقدوا جوج دورات. في السنوات الفائته كانوا تيتعقدوا ثلاثه دورات، دابا ولاو جوج دورات، وهذه الدوره هذه مهمه جدا اللي تناقشت فيها الحساب الاداري ديال سنه 2021 و حسب 2021 وتناقشت فيها مشروع الميزانيه ديال 2022 وتناقش فيها برنامج العمل لسنه 2022 وتعرضوا فيها افلام مؤسساتيه اللي هي تتعرف الغرفه وتتعرف الجهه جهات مراكش اسفي كلها. ودابا كان التصويت بالاجماع على جميع النقاط وكانت مناقشه في المستوى ديال الاعضاء واتاروا بعض النقاط اللي ذاتوا خط بعين الاعتبار من طرف المكتب المؤسسي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم هازي العابدين عضو التجاره والصناعه والخدمات صنف الخدمات. اليوم كانت الشرف باش نحضروا الدعوات ديال الحضور لاشغال الجمعيه العامه للغرف برسم الدوره الاولى 2022، وكانوا فيها واحد 9 نقاط. الحمد لله دازوا 8 نقاط، وبقى النقطه اللي بقات هي ديال التفويض ديال تقديم عرض من طرف المركز الجهوي للاستثمار ان شاء الله اللي اجلنا ان شاء الله نظرا لالتزامات الناس ديال المكتب الجهوي للاستثمار ان شاء الله، وكل شيء داز بخير وعلى خير وكل شيء صادق على جميع النقط اللي تناقشوا ان شاء الله. وحنا راه مع المهنيين لا تجار لا خدمات لا صناعيين باش نحاولوا نوصلوا المشاكل ديالهم والهموم ديالهم للسلطات المحليه، لانه تنعرفوا الجائحه والاثر ديالها اللي خلفت على المهنيين كاملهم بصفه عامه، اللي نتمناهم الله يرفع عنا هذا الوباء. وشركم مبروك وشكرا للسلطه الرابعه اللي حضروا وواكبوا معنا هذا اللقاء، شكرا لكم جميعا. تحياتي. محمد فيصل الحداري رئيس لجنه النقل واللوجستيك غرفه التجاره والصناعه والخدمات جهه مراكش اسفي. اليوم الاربعاء 30 مارس تم عقد اشغال الدوره العاديه للغرفه ديال التجاره والصناعه الاشرافيه، اول دوره على مستوى الغرفه تخلت مناقشات مجموعه من النقاط اللي كانت مدرجه في جدول الاعمال، ومن اهمها هي المصادقه على الحساب المالي لسنه 2021 وسنه 2022 الميزانيه المقبله ديال السنه الجاريه اللي تخللت فعلا مجموعه من النقاشات ومن التواصل بين الاخوه الاعضاء والمقترحات، وفي الاخير تمت المصادقه على الميزانيه بالاجماع، لان فعلا ميزانيه شامله، ميزانيه كتطرق لجميع الحاجيات ديال الغرفه الجهويه، قاصت مجموعه من الامور. فعلا كان الاشراف ديال الاداره الجهويه على اعداد هذه الميزانيه كان اشراف جيد، ميزانيه شامله وتمت المصادقه عليها بصفه من طرف جميع الاعضاء. وتنتمناو من الاخوان اعضاء ديال الغرفه باش يسهروا فعلا على التطبيق ديال هذه الميزانيه اللي تيكون عندها صدى ايجابي وغادي تجلب مجموعه من الاستثمارات للجهه وتنجح هذه الولايه الانتدابيه.